FM. الكلمة ليك. أولا في الضربات في أوروبا الغاية منها هي الدفع نحو اقتتال أو شكل من أشكال الاحتقان والدفع نحو أعلى درجات التوتر انتركوميونوتير بين الجالية العربية المسلمة والأغلبية السكانية التي هي مسيحية بالأساس والتي هي علمانية وأوروبية دسوش. يعني بالنسبة للمشهد العربي الدفع نحو بالنسبة للمشرق الدفع نحو الفتنة الطائفية والاقتتال الطائفي، وهذا هي الغاية من العمليات الأخيرة اللي تمت. في علاقة بالمغرب العربي واختلاف سوسيولوجي المسألة تصبح إثنولوجية أو وقد تكون ونأكد على النقطة هذه جهوية في تونس ونعرف شو نحكي. يعني الدفع هنا اللي قاعد ساير والعديد من الأصوات وحتى العديد من العمليات تؤشر إلى أن الاشتغال في تونس على المنطق الجهوي وعلينا أن نحترز منه. الكلمة ليك.